السلام عليكم. ان شاء الله احنا هنبدا ان شاء الله النهارده موضوع جديد، هو اللي هنبدا بقى على تغذيه ترانسفورمر، وهنعمل الديزاين بتاعه لما بيغذي الاحمال بتاعته. تمام، هنبدا الاول. ترانسفورمر بيغذي مجموعه من الاحمال، يعني بيبقى عندك مثلا شارع على اوله ترانسفورمر بيغذي مثلا مجموعه عمارات، ولكن الكلام ده دلوقتي بقى قليل قوي، لان بدانا نستخدمه اللي هو الترانسفورمر بقى بيغذي عماره واحده او بيغذي حمل واحد، فبقى قليل اللي هو لو الترانسفورمر بيغذي مجموعه احمال. تمام، بعد الترانسفورمر بحط بعديه فيوز، عشان الفيوز بتبقى حماية للترانسفورمر، ودي بتبقى بحسبها من اللي هو أقصى تيار بيستحمله. يعني لو أنا عندي مثلا الترانسفورمر مثلا لو عندي 500 كيلو فولت أمبير، بجيب مفتاح بقى أعمل إيه، بجيب الأي بيساوي الباور على الفولت، فبنقسم الباور اللي هو 500 كيلو فولت أمبير على الفولت جذر 3 في 380، او ممكن دي نخليها 3 في 220، ويطلع مثلا هيطلع لنا تقريبا 759. تمام، فبالتالي بختار مفتاح 800 امبير، يبقى ده الفيوز اللي بيتحط بعد الترانسفورمر. يبقى بعد الترانسفورمر بحط فيوز اللي هو يبقى حمايه ليه. تمام، وده بصممه على قيمه اقصى تيار. بعد الفيوز ما بيمشي بيدخل على حاجه اسمها كوفريه. الكوفريه ده عباره عن كابل دخول وكابل خروج. يعني انت مثلا على قبل العمارة بتلاقي كوفريه، ادي داخل له الكابل اللي جاله من الترانسفورمر، يبقى قبل العمارة ادي الكابل ده اللي داخل ويطلع منه الكابل، وادي كابل خارج بيطلع منه ايه على العمارة بتاعتك. تمام، وبيطلع منه كابل تاني يروح على الكوفريه العمارة اللي جنبها، يبقى ده مثلا كوفريه العمارة التانية، يدخل لها كابل ويطلع منها كابل على العمارة دي، يطلع منها كابل تالت يروح على كوفريه العمارة التالتة وهكذا. يبقى هو بيدخل له كابل داخل وبيطلع منه كابلين، كابل بيغذي العمارة نفسها والكابل التاني بيطلع على كوفريه العمارة اللي جنبها عشان يغذيه وهكذا. الكوفريه اللي بعده بيدخل له كابل يغذي العمارة نفسها، وكابل تاني يطلع يغذي العمارة اللي يدخل على كوفريه العمارة اللي بعدها. تمام، يبقى كده ده الترانسفورمر بعد الفيوز، وبعد كده بندخله على الكوفريه. قبل ما يدخل على العمارة قبل ما بيدخل على العمارة بتلاقي عداد جنب الكوفريه. العداد ده لازمته ايه؟ يبقى ده عداد. العداد ده عشان امنع موضوع سرقة التيار، بحسب بيها اعرف اللي فيه سرقة التيار ولا لا. ده بيحسب لي التيار كله اللي ماشى في العمارة، وبيبقى فيه عند كل شقة زي ما هناخده دلوقتي عداد، فبحسب مجموع اللي اتسحبوا مع عدادات الشقة، وبشوف المجموع اللي اتسحب من العداد العمومي ده، ولو طلعوا قريبين من بعض يبقى كده مفيش سرقة، طلع في فرق بينهم كبير يبقى كده حصل سرقة للتيار. من 4 كيلو من فوق ال 4 كيلو. تمام؟ طيب كده بعد العداد المفروض يدخل على اللود بتاعك او العمارة بتاعتك، ودي هناخدها بالتفصيل كمان شوية. بس في ملحوظة بس اولى، ان موضوع بعد ما بيطلع من الكوفري بيطلع على بارات نحاس، ودي اللي بتغذي الاحمال بتاعتك، او على كل دور يعني بيطلع بارات نحاس للدور الاول الثاني الثالث وهكذا. ولكن الموضوع ده بقى ما بنستخدموش دلوقتي، ان هو قال لك مش امان. ليه؟ لان بارات النحاس دي ممكن وهي طالعة الرطوبة اللي في الحيطة تتسرب على بارات النحاس، وبالتالي العزل بتاع البارات هتقل، وبالتالي لما العزل يقل ممكن يحصل تسريب للكهرباء، وبالتالي فموضوع البارات ده ما بقاش امان. فبالتالي من فترة قريبة بدأوا يستخدموا حاجة اسمها اللوحات، يعني بيبقى كل لود بيبقى ليه لوحة خاصة بيه، وده بيبقى شركة الكهرباء هي اللي بتصممها له. بيبقى عندنا مفاتيح ستاندرد احنا بنشغلين عليه، يعني مثلا هو داخل على العمارة دي فبنحط له، بيبقى المفتاح الستاندرد بتاعنا 4 في 160 و4 في 250 و4 في 500. مثلا لو عندي احمال بتشغل على 120 امبير بحط لها مفتاح 160، مثلا عندي على 220 امبير بحط لها على مفتاح 250 وهكذا، لان الموضوع ده بقى اكتر امان من بارات النحاس. تمام، ده بالنسبه للوحات. ولو انت عايز تعمل لوحه خاصه بيك، يعني مش عايز تلتزم بال160 او ال250 او ال500، بتصمم انت لوحه على الاحمال على حسب الاحمال اللي عندك. يعني لو انت مستشفى وعايز تعمل مفاتيح على حاجه غير الستاندر بتاعت شركه الكهرباء، انت اللي بتعملها وشركه الكهرباء بتعتمدها. تمام، طيب دلوقتي هندخل بعد كده بقى على شبكه الكهرباء الداخليه اللي انت عماره بتغذي لها ترانسفورمر واحد. يعني انا هنا عندي، لو هنا مثلا عندي لود واحد جاي له ترانسفورمر بيغذي نفس اللود واحد، ما بيغذيش مجموعه احمال، فهبدا بقى اصمم الاحمال اللي عندي هشتغل على عداد قد ايه والكلام ده. تمام، فهنبدا اول خطوه بحسبها الماكس ديموند. الماكس ديموند ده ممكن تحسبه اكتر من طريقه، اللي هو يكون معاك الكونكتد لود
وانت بيبقى وبيديك الديموند فاكتور، بتستخدم العلاقه اللي احنا قلنا الديموند فاكتور بيساوي الماكس ديموند على الكونكتد لو، كده تقدر تجيب الماكس ديموند. او طريقه تانية اللي هو يديك في المساله الماكس ديموند جاهز على طول، الماكس ديموند على طول فبتستعمله على طول، او يديك مثلا احمال اللي هي بتشتغل في حاله الماكس ديموند وانت بتحسبها. بس خلي بالك لما تحسب الماكس ديموند بيبقى على الكيلو وات، انت بتحسبه بالكيلو وات، واحنا كل شغلنا هيبقى كيلو فولت امبير. فبتعمل ايه؟ انت عارف ان الكيلو وات بيساوي الكيلو فولت امبير في كوزاين فاي، كوزاين فاي اللي هو الباور فاكتور، تمام؟ وبالتالي هو بيديهولك فتقدر تجيب الكيلو فولت امبير، تمام؟ بعد ما جبت الماكس ديموند كده، جبت الماكس ديموند بتاع الشقه الواحده، انت بتختار العداد. هتختار العداد ازاي؟ ممكن تعمل الصوت. طيب كده عايزين نجيبه العداد، عايز نشوف احنا ده هيستحمل العداد قد ايه. العداد بتجيبه عن طريق قيمه الامبير، تمام؟ يعني من قيمه الامبير تقدر تشوف ده العداد قد ايه، تمام؟ انت لسه حاسب دلوقتي الماكس المونت بتاع الشقه الواحده، وطلع وجبناه وحولناه بالكيلو فولت امبير، فبتقسم الكيلو فولت امبير اللي انت طلعته بتقسمه على 220 فولت، اللي هم ان احنا دلوقتي بنتكلم سنجل فيز، فاللي داخل لك الشقه بتاعتك 220 فولت، وبالتالي بيطلع لك قيمه الامبير بتاعه. تعال ناخدها بمثال، يعني لو طلع عندك واحنا مثلا لقينا الماكس ديموند بتاعنا بتاع الشقه 6000 كيلو فولت امبير، بتقسمه على 220 فولت ويطلع لك الامبير 27 امبير، تمام؟ وبالتالي بتصمم نوع العداد على الامبير اللي طلع لك. تعالى بقى نشوف انواع العدادات. انا عندي العداد بتاعي ممكن قدامي ثلاث حاجات نستخدمها. اول حاجه سنجل فيز 40 امبير، تاني حاجه سنجل فيز 80 امبير، ثالث حاجه 3 فيز بيبقى 60 امبير، تمام؟ احنا مثلا تعال نصممه على ثلاث امثله. عندي واحد 27 امبير، وعندي واحد مثلا 60 امبير، وعندي واحد 137 امبير. نختار اهم نوع ال 27 امبير ده، انا هختار له عداد 40 امبير لانه لازم تسيب شويه عشان لو الحمل زاد على الماكس ديموند بتاعك ما يتحرقش. وال 60 امبير ده نختار له عداد سنجل فيز 80 امبير. طب ال 137 امبير ده مش هينفع اختار له 40 امبير ولا 80 امبير، فبالتالي بقسمه على الثلاثة، بقسمه على الثلاثة. لو قسمته على الثلاثة هيطلع لك في حدود حاجة واربعين تقريبا، وبالتالي هتختار عداد 3 فيز 60 امبير، تمام؟ يبقى انت لو ما نفعش معاك ال 40 امبير تشوف 80 امبير، ما نفعش معاك بتشوف 3 فيز 60 امبير. وخلي بالك ال 3 فيز بيبقى اغلى من السنجل فيز، عشان كده ما بتلجالوش غير لو الحمل بتاعك زاد، تمام؟ طيب ملحوظه على العداد ال 3 فيز، مش معنى ان انت بتستخدم عداد 3 فيز اللي انت هتشغل الاجهزه اللي عندك في البيت 3 فيز، وانت عندك العداد اهو، العداد ده بيشتغل بال 3 فيز، ده ال 3 فيز بتاعتك، بتطلع منه الفيزا والنيوترا، تمام؟ وبتغذي الاحمال بتاعتك، يبقى انت بتاخد ده برضه بيبقى 220 فولت اللي بيغذي الاحمال بتاعتك، يبقى هو داخل له 3 فيزا عادي بس هو طالع منه فيزا ونيوترا تغذي الحمل بتاعك اللي في الشقه عادي اللي هو ب 220 فولت. دي اول ملحوظه. تاني ملحوظه، انت عندك ان 3 فيز ليه ميزه اللي هو بيشتغل على حمل، ممكن يعني انت لو عندك حمل 3 فيز هو يقدر يشغله لك في الشقه، لكن لو انت عندك لو انت العداد بتاعك سنجل فيز وعندك حمل 3 فيز ما تقدرش تشغله، لان انت في اليومين دول بيبقى في اجهزه 3 فيز، تمام؟ تالت ملحوظه ان 3 فيز مفيد برضو في حاجه اسمها اللود بالانس. يعني انت مثلا لو عندك 3 تكييفات، بتاخد اول تكييف على الفيزا ريد مع النيوترا، تاني تكييف الفيزا بي مع النيوترا، ثالث تكييف الفيزا واي مع النيوترا، تمام؟ يبقى هو بيعمل لي اللود بالانس بحيث كله ما يبقاش كله يعني متحمل على فيزا واحده، هو بيعمل لي البالانس بتاعي اللي هو يبقى كل حمل ان كل حمل بتاعي بيبقى متوزع على فيزا ونيوترا، تمام؟ وبالتالي ما نحملش كله على فيزا واحده، تمام؟ ده بالنسبه للعداد 3 فيز. بعد كده انت حسبت عداد الشقه الواحده، تمام؟ تعالى مثلا لو انت عندك ادي الدور في 3 شقق، تمام؟ واحنا قلنا مثلا لو هنشتغل على المثال ان العداد 80 امبير، انت اخترت عداد لكل شقه 80 امبير، وخلي بالك في العماره كلها مبيبقاش تلاقي 41 81، بيبقى كلهم نفس الكلاس، فبيبقى العداد لو شقتك 80 امبير عداد جارك برضه 80 امبير، تمام؟ قلنا مثلا ده عداد سنجل فيز 80 امبير، وده نفس الكلام عداد سنجل فيز 80 امبير، وده عداد سنجل فيز 80 امبير. طب انت عايز دلوقتي تحسب الماكس ديموند بتاع الايه؟ بتاع العماره كلها عشان تختار نوع الترانسفورمر، تمام؟ انت مثلا لو عندك الدور فيه 3 شقق، ولو مثلا عندك العماره 16 دور، فيبقى التوتال ماكس ديموند
بيبقى ايه 16 دور، العمارة 3 شقق، في قيمة الماكس ديموند بتاع، قيمة الماكس ديموند بتاع الشقة الواحدة. مثلا لو احنا قلنا الشقة الواحدة قيمة الماكس ديموند بتاعها 13 كيلو فولت امبير، تمام؟ يبقى ده التوتال ماكس ديموند. بس انت في حاجة نسيتها، احنا لما كنا بنتكلم في الاول على اللود الصادي قالك احنا منشتغلش على كل العمارة، منشتغلش ماكس ديموند كل الشقق بتاعتها في نفس الوقت. يعني انت ما بتصممش على الماكس ديموند بتاع الشقة الاولى والشقة التانية وكل الشقق في نفس الوقت. احنا خدنا حاجة اسمها الدايفيرسيتي فاكتور، فاكرين لما كنا عملنا الرسمة دي قلنا ده 3 لود وكل لود بيستخدم ماكس ديموند في وقت معين، يعني ده في وقت وده في وقت وده في وقت تاني، وبالتالي انت لما بتيجي تصمم بتصمم على ده بتاع الماكس اقصى وقت، قلنا ده الدي جي باقصى حاجه بتطلعه المحطه، وبالتالي بقى عندك دايفيرس فاكتور اللي هو تباين الاحمال. يعني انا الحمل بتاعي ماكس الساعه واحدة، حمل جاري الماكس بتاعه في ساعه تانية، تمام؟ فبنقسمها على الدايفيرس فاكتور، ان احنا قلنا الدايفيرس فاكتور بيساوي السيجما دي اي على الدي جي. انا عايز اجيب الدي جي، بقسم سيجما دي اي مجموع الاحمال بتاعتي على الدايفيرس فاكتور. مثلا وليكن هو مديها لك 1.25، وبالتالي هتطلع مثلا هنشوف هتطلع كام بالظبط، هتطلع في حدود 500 كيلو فولت امبير. يبقى ده التوتال ماكس ديموند بتاع العماره كلها. جبتها منين؟ عدد الشقق، يعني احنا قلنا الدور 3 شقق، والدور وهم 16 دور، في 3 شقق في الماكس ديموند بتاع الشقه الواحده، بتقسمها على الدايفيرسيتي فاكتور. وده ضروري عشان انت مش هتصمم على كل ده، انت لازم تقسمها على معامل تباين الاحمال عشان مش كلهم هيشتغلوا في نفس الوقت على الماكس ديموند، تمام كده؟ جبت التوتال ماكس ديموند، بس بنجمع عليها حاجه اسمها السيرفيس، اللي هي العداد بتاع خدمات العماره. يعني مثلا لو عندك اسانسير، الانوار بتاعه السلالق، لو عندك ترمبه ميه، الكلام ده دول بيبقوا في حدود 40 كيلو فولت امبير وما لهمش دايفيرس فاكتور، هم ثابتين على كده. يبقى كده عندي التوتال ماكس ديموند بكام؟ 500 كيلو فولت امبير زائد ال 40، يبقى 540 كيلو فولت امبير. يبقى كده العماره كلها بتشتغل على 540 كيلو فولت امبير، تمام؟ طب تعالى اختار ترانسفورمر. احنا قلنا ان احنا العماره بتاعتك هتشتغل على ترانسفورمر واحد، الترانسفورمر بيغذي حمل واحد، تمام؟ فهتختار لها، عندك ثلاث حاجات ممكن تختار عليها. دلوقتي انا عندي 540 كيلو فولت امبير، ممكن تختار دراي تايب ترانسفورمر 800 كيلو فولت امبير، وممكن تختار اويل تايب ترانسفورمر 800 كيلو فولت امبير برضو، ممكن تختار دراي تايب ترانسفورمر 500 كيلو فولت امبير. ان احنا قلنا ان الدراي تايب ممكن يستحمل ال 120 في الحمل بتاعه لمده عدد ساعات معين، تمام؟ احنا كده اخترنا الترانسفورمر. تعالى اوريك الرسمه اللي انت هتشتغل عليها. لو انت مثلا قلنا الدور 3 شقق، تمام؟ مثلا ده المفتاح الاولاني، وادي المفتاح بتاع الشقه الثانيه، المفتاح بتاع الشقه الثالثه، وادي ده كده ده الباس بار بتاعه، ده عداد الشقه الاولى وده عداد الشقه الثانيه وده عداد الشقه الثالثه. بتحط هنا مفتاح على قيمه العداد، يعني انت قيمه عداد 80 امبير سنجل فيس 80 امبير، بيبقى هنا في مفتاح 80 امبير وهنا مفتاح 80 امبير وهنا مفتاح 80 امبير. خلي بالك ده سنجل فيز، يعني ده فيزه وده الثانيه وده الثالثه، تمام؟ بتحط هنا مفتاح توتال يبقى قيمته 80 امبير. يعني ايه المفتاح ده؟ 3 فيز، يعني مفتاح 3 فيز قيمته 80 امبير، تمام؟ بيطلع الدور فيه 3 شقق، يروح مطلع اول فيزا الريد وادي اليلو وادي البلو، هيودي 80 امبير للشقه الاولى والفيزا يلو 80 امبير للشقه الثانيه والفيزا بلو 80 امبير للشقه الثالثه، تمام؟ وده المفتاح التوتال، تمام؟ وبنوصله هنا بالباس بار، تمام؟ بيبقى هنا في تحت ايه الترانسفورمر بتاعك اللي بيغذي، بيبقى هنا مثلا تعالى هنا مفتاح وهنا مفتاح، هنقول لك ليه، وهنا الخدمات، هنا الترانسفورمر اللي بيغذي، ده الترانسفورمر بتاع بيغذي العمارة، بيطلع منه الأمبير. مثلا أنا هنا محتاج، هو الترانسفورمر هنا 500 كيلو فولت أمبير، تمام؟ عايز أجيب التيار اللي إحنا قلناه، فقلنا هنقسم ال 500 كيلو فولت أمبير في جذر 3 في 380، طلع في حدود 700 حاجة و50، فبنجيب مفتاح 800 أمبير أو 1000 أمبير، فبنحط هنا مثلا نحط هنا مفتاح 1000 أمبير، لازم يكون أعلى من القيمة اللي بيطلعها إن شاء الله، والحمل زاد يبقى عامل حسابك. بيطلع منه على البارات، ده 3 بارات نحاس، دول بارات نحاس 3 فيزات وواحده نيوترا، بيطلع منها على اللي بيغذي الشقق عادي، وده على خدمات العماره اللي احنا قلنا 40 كيلو فولت امبير. يعني مثلا لو هنا 1000 امبير، هنا بيطلع 800 امبير، ده يغذي الشقق اللي عندك 3 ادوار، كل شقه 16 دور، كل دور 3 شقق،
مثلا يعني، وده ال 200 امبير ده اللي يغذي خدمات العمارة اللي احنا قلنا اسانسير او انوار. طيب لو الدور مثلا عندك، قلنا لو دور 3 شقق، طب لو دور 6 شقق هتستخدم مفتاح، يبقى المفتاح ده قيمته هيتغير ولا هو هو؟ احنا قلنا لما كان 3 شقق عملنا ايه؟ كان هنا مفتاح 80 امبير ودى فيزا 80 والفيزا الثانيه اداها 80 والفيزا الثالثه وداها 80. طب انا عايز اودي 6 شقق هعمل ايه؟ هخلي المفتاح ده 160. ليه؟ انا عندي مثلا ادي الشقه 2 3 4 5 6، دي الشقه الاولى، الثانيه، الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه، وادي السادسه. احنا قلنا كل شقه بتاخد فيزا، تمام؟ معنى كده انا وانا عندي 3 فازات وهم 6 شقق، يبقى كل شقتين هيتخزنوا من فيزا واحده، يعني دي كده الفيزا ريد، ودي كده الفيزا يلو، ودي كده الفيزا بلو، تمام؟ يبقى الفيزا ريد هتغذي شقتين، الفيزا يلو هيغذي شقتين، والفيزا بلو هتغذي شقتين، تمام؟ احنا قلنا كل شقه عايزه 80 امبير، ودي 80 امبير، يبقى الفيزا ريد عايزه كام امبير؟ 160 امبير، دي نفس الكلام 80 امبير 80 امبير، يبقى دي عايزه 160 امبير، ودي 80 ودي 80، يبقى البلو عايزه 160 امبير، وبالتالي هحط هنا مفتاح 160 امبير. يبقى لو 6 شقق هيبقى المفتاح ده 160 امبير لو 6 شقق، لان كل هيودي الفيزا يلو، الفيزا كل فيزا منهم هتغذي شقتين، وكل شقه عايزه 80 يبقى 160. طيب اخر حاجه اقولها، لو هم اربع شقق او خمس شقق، دي الدكتور قال مش عليه ولكن هقولها لك يلا اكسكلوسيف ليك. لو الشقه عندك اربع شقق هتعمل ايه؟ انت انا هاخدها مثلا لو اربع شقق، انت مثلا عندك عايز تغذي ادي شقه 2 3 ادي 4، دي مثلا داخل لها الفيزا ريد، ودي داخل لها الفيزا يلو، ودي داخل لها الفيزا بلو، تمام؟ دي مثلا في الدور الاولاني هدخل لها الفيزا ريد، كده الفيزا ريد محتاجه قد ايه؟ محتاجه من دي ومن دي محتاجه 80 امبير، ومثلا احنا شغالين على عداد 80 امبير، ودي محتاجه 80 امبير، تمام؟ يبقى الفيزا ريد محتاجه 160 امبير، وانا بصمم على اعلى حاجه، يبقى احط المفتاح اللي ورا، المفتاح ده بيبقى 160 امبير، تمام؟ الفيزا ريد هتاخد 160، هتوزع على الشقه الاولى 80 والشقه الثانيه 80، والشقتين كل واحده الفيزا بلو وريد كل واحده برده 80 امبير، بس انا بصمم على اعلى حاجه، هنا الفيزا ريد عايزه 80 امبير، و80 امبير انها هتغذي شقتين فبتاخد 160 امبير، ده مثلا الدور الاولاني. تعال على الدور الثاني، انا برضو عندي اربع شقق في الدور الثاني، تمام؟ ادي الشقه الاولى وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه، ده هيغذي ياخد من الريد، وده من اليلو، وده من البلو. الدور الاولاني غذيت من الريد، الدور الثاني غذي من البلو، يبقى ده بلو، ده عايز 80 امبير، وده عايز 80 امبير، وده عايز 80 امبير، البلو عايز 80 امبير، يبقى اعلى حاجه عندي ايه؟ البلو، دول 160 امبير، يبقى اصمم على اقصى مفتاح، يبقى عامل هنا مفتاح 160 امبير. تعالى الدور الثالث، الدور الثالث عندي اربع شقق، ادي الشقه الاولى وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه، فدي عايزه ريد، ودي هتاخد من اليلو، ودي هتاخد من البلو. انا صممت مثلا الدور الاول خدت من ريد 2، الدور الثاني خدت من البلو 2، تعال اخد من الدور الثالث يبقى من اليلو 2، هنا 80 امبير وده 80 امبير، يبقى اعلى حاجه عندي 160 امبير، يبقى احط هنا مفتاح 160 امبير، تمام؟ وهكذا الدور اللي بعده اخد من ريد، والدور اللي بعده اخد من البلو عشان اعمل رود بالانس، تمام؟ يبقى احنا كده وزعنا عندك الكهرباء على طول كل الشغل.